بعد ما جمعت فلوسي ورجعت دجاجة وهيدفع 350,000 عملة، وعملت مزرعة تانية علشان احط فيها الدجاج اللي هيتباع، وكل اللي عندي خلص، فاضطريت ان انا اجمع تاني علشان اكمل ال200، وكملت ال200 واديتهم لتاجر وكسبت 350,000 عملة. وعشان ما بقاش عندي اي دجاج خالص، فبدأت ان انا اضرب البيض علشان يطلع الدجاج. والطلب التاني كان 75 فراخ، 150 نحاس، و1000 خشب، وهاخد 787,000 فيها. جمعت الدجاج وده كان سهل، وبعد كده جمعت الأفران علشان أسيح فيهم النحاس الخام. خلصت الطلب وخدت 787,000، وجالي واحد تاني عايز 10 بقر و20 فراخ و50 خروف وهيدفع 525,000 عملة. جمعت الدجاج وده كان برضه سهل، لكن لما جيت أجمع خرفان مكفتش عندي، فاضطريت إن أنا أخرج وأجمع تاني. بس بعدها كملت ال50 وجمعت البقرات وكده كله تم، وخدت 525,000 عملة. وبسبب ان انا صرفت كتير، فرجعت تاني اجمع حيوانات واجمع موارد وازرع تاني علشان اجمع عمل. وفي يوم جالي صاحبي يستغيث بيا وقال لي ان في هجوم على مزرعته من كائنات غريبة وانه محتاج مساعدتي. ما ترددتش وجريت على الصندوق وجبت اسلحتي ورحت معاه. واما وصلت لقيت ان الكائنات دي خلصت على الرجل الحديدي، وبس انا قررت برضو ان انا اقف قدامهم لحد ما قدرت ان انا اخلص عليهم، وكانوا 6 بالظبط. وكل واحد فيهم لما مات اداني سارج، وبعد كده شكرني صاحبي واداني الصندوق ده، ولما فتحته لقيت فيه زمرد وماس وذهب. وجالي واحد وعايز 50 دجاج و3 زمرد و2 سيف ماسي وهيدفع 788,000. الزمرد كان موضوع سهل لأنه كان معايا أصلا. وبعد كده خدت الماس وعملت منه 2 سيف ماسي. وفي مزرعتي مفيش أكتر من الدجاج، وكسبت 788,000 عملة. وكده انا معايا 2,450,000، بس برضه لسه مش اغنى واحد فيه. والطلب اللي بعد كده كان 5 سرج و5 حصان و10 دجاج وهيدفع 175,000 عملة. الدجاج والحصان كانوا عندي في المزرعة، والسرج افتكرت ان انا خدت 6 من قتل الوحوش في مزرعة صديق، وخدت منه 175,000 عملة، وكده بكون عديت بروس. ولكن الصوف اللي عندي مكملش غير 14 سرير، وكده هحتاج 3 كمان علشان اكمل السرير ال15. ما كانش عندي غير الخروف واحد بس، فقتلته ومحتاج 2 كمان، ولقيتهم هنا وقتلتهم. بس قبل ما اموتهم سألتهم سؤال: اشتركتوا في قناتي؟ ايه؟ وعملت السرير ال15. اما بموضوع الخنازير فده كان سهل جدا، وكسبت 122,000. والطلب اللي بعده كان قمح، كان عايز 90 حزمة وهيدفع 157,000 عملة، ولكن انا ما كانش معايا، فروحت الاول قرية وقتلت رجل الحديد علشان اخد منها القمح اللي انا عاوزه، وجمعت القمح اللي انا زرعته كله، وجمعت القمح كله وكسبت 157,000 عملة. انت هتدوسني ولا ايه؟ درع ماسي وهاخد 700,000 عملة، والدرع الماسي محتاج 8 دايموند واللي كانوا عندي اصلا. كده اكون عديت جيسيكا في ترتيب الاغلب،
المطلوب المرة دي 10 سيوف وخمستاشر درع حديد، وهاخد 1,050,000 عملة. أول حاجة جبت الحديد وحطيته في الفرن، وبعدها بدأت أشكل السيوف والدروع، وكفى جدا بالنسبة لي. وأعلى مبلغ خدته هو 1,050,000، وكده يبقى معي 5,355,000 عملة، وكده أكون عديت طعم. جالي بعد كده إيه ده؟ وطلب مني 30 كارب ومية صندوق وهيديني 190,000 عملة، مش عارف ده مع 190,000 عملة ولا لأ. المهم عملت مجارف علشان القارب، وبعد كده عملت الصناديق وحطيتهم كلهم، وبدأت أعمل القارب نفسها وخلصتها وحطيتها في الصندوق، ويبقى كده تمت الطلب وخدت 190,000. شكرا. اللي بعدها 8 أبقار واتنين زمرد وعشر حصانة مقابل 455,000 عملة. الأبقار والحصانة جمعتهم، والزمرد برضو عندي. وفي اليوم التاني جالي صاحب للمرة التانية، بس المرة دي مجاش عشان الوحوش، المرة دي جه عشان يشكرني عشان اللي عملته معاه، وجي طلب مني شوية حاجات علشان القرية بتاعته اتدمرت بسبب هجوم الوحوش. والطلبات كانت 10 حديد و64 نحاس و64 فحم و10 أحصنة و5 خنازير و5 فران و320 خشب، مقابل 1,200,000 عملة. وبكده اكون جمعت كل حاجة وخدت الفلوس كلها، وكده اكون عديت نيكول وعديت ستيف وبقيت الاول، ورجعت المدينة تاني، ورجعت وانا اغنى واحد فيهم. وما رجعت لقيت ستيف وخدت منه الدروع وطردته منها، ورجعت تاني مالك المكان كله. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب. سلام.